التكوين المهني سيخرج من الصورة اللي كانت عنده قبل كمجال فقط مساعد للتربية الوطنية، سيصبح من صلب التربية الوطنية شريك أساسي ورئيسي من أدنى المستويات لأسباب كبيرة. أولا وقبل كل شيء محاربة الهدر المدرسي، ما تنتصوروش في المستقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم أنه شي طفل غادي يخرج من 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 المدرسة ويمشي للشارع. إذا بقى يعني في المسار ديالو الطبيعي ما بقاش غادي يلقى يعني التكوين المهني كينتظرو في مستوى دراسي جيد وكيسمح له باش يرجع للدراسة اللي بغينا نقولوا العادية اللي متعارف عليها كونفونسيونيل بطريقة عادية. ثانيا هاد التكوين المهني تصدات له إمكانيات كبيرة جدا باش يكون باش نكونوا قادرين من خلاله خلال عدد من السنوات أننا نأطروا حوالي 10% ديال الأبناء المغاربة. ولو أنه الأمر متعلق به أنا شخصيا لجعل التكوين المهني واجب على كل تلميذ وكل طالب، لأنه المواطن العادي كيحتاج المهارات يعني مهنية في الحياة العادية أحرى إذا كان عنده التكوين المهني دائما كيسهل عليه يشتغل سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. ما ننسوش بلي كل شهادة جاب توجيهات ديال جلالة الملك وحرص شخصي ديال جلالة الملك على التكوين المهني، والحكومة اشتغلت على هذا الشيء ورصدات في الخمس سنوات المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم 65 مليار ديال الدرهم من خلال عدد من الممولين اللي غادي يشاركوا فيه. غادي يشارك فيه بطبيعة الحال الدولة، غادي يشاركوا فيه يعني الممولين الخارجيين اللي كيهتموا بسميتو، غادي يشارك فيه القطاع ديال رجال الأعمال، غادي يشاركوا فيه يعني واحد العدد ديال الجهات وكذلك الآباء والمؤسسات اللي غادي يتعاونوا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم المستقبل ديال ابنائنا ما نبقاوش نتخوفوا عليه. شكرا.